في هذه اللحظات دعوني أرحب بالدكتورة إيمان كيفي، متخصصة في التاريخ السعودي، معنا عبر الهاتف. هلا وسهلا بك دكتورة إيمان. أهلا وسهلا بكم. هلا وسهلا بك. طبعا كمتخصصة بالتاريخ السعودي، يوم التأسيس الذي نحتفي به اليوم ماذا يعني لك؟ في البداية مساء الأمجاد والبطولات، طابت أيامكم بكل خير وفرح، وكل عام وطننا الغالي بأمن وأمان وعزة وشموخ. كل عام وبلادنا ترفل في ثياب العز والمجد والتطور. أنظر لهذا اليوم بأنه يوم مميز بكل المقاييس. بالفعل لفتة مباركة من والدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لتسليط الضوء على هذا التاريخ وهذا الأمر الملكي جدير بالاهتمام والتوثيق. فيوم التأسيس يرمز إلى الإرث الحضاري والموروث الثقافي المستمر للحضارة السعودية المتميزة والمتجذرة في عمق التاريخ، بل يؤكد على الأصالة وعلى القيم الثابتة وعراقة الأسرة الحاكمة ومتانتها. اكتسب أهميته لأنه استذكار لامتداد الدولة السعودية لأكثر من 3 قرون، يذكرنا بتأسيس الدرعية وهي لبنة الأساس ونواة دولتنا ووطننا الحبيب. نعم دكتورة، إذا تسمحين بناخذك تاريخيا شوي إلى ما قبل تأسيس الدولة السعودية الأولى. الجزيرة العربية كانت تعيش حالة من التشتت والضياع، كيف تشرحين لنا تاريخيا الجزيرة العربية ما قبل تأسيس الدولة السعودية وكيف أصبحت ما بعد؟ بالفعل عانت شبه الجزيرة العربية انقسامات سياسية وغياب في الوحدة وتأخر في الجوانب العلمية والثقافية والاقتصادية في فترات تاريخية قبل الدولة السعودية الأولى. فلم تكن الحالة السياسية في شبه الجزيرة العربية تخضع لحكم موحد، كانت بعض أجزائها تحت نفوذ العثمانيين، بعضها الآخر خاضعا لإمارات صغيرة وزعامات محلية متعددة. في الغالب كان يحدث بينهم نزاعات أدت إلى غياب الأمن، إلى الفوضى، إلى أثر أيضا على الحركة الاقتصادية، على النشاط العلمي والتجاري سلبا في أغلب جهات الجزيرة العربية. نعم. المشروع السياسي لقادة الدولة السعودية الأولى منذ الإمام محمد بن سعود، واللي كان في إطاره العام توحيد الجزيرة العربية من كيانات متناثرة إلى كيان متحد وقوي، ما الذي يميزه؟ بعد ما عانت شبه الجزيرة العربية من انقسامات سياسية وغياب في الوحدة وتأخر في الجوانب العلمية والثقافية والاقتصادية، كانت الجزيرة العربية في تلك الأثناء إلى حاجة ماسة إلى حكومة قوية ووحدة حقيقية تعيد لها أمجادها وتاريخها الحضاري والسياسي. وأهم ما حدث استطاع الإمام محمد بن سعود أن يؤسس الدولة السعودية الأولى وأن يوحد أجزاء الجزيرة العربية المترامية الأطراف، بل وكشف الجهود السياسية وزاد من قوة الدولة ونفوذها. استطاع أيضا أن يوثق العلاقات بين سكانها وأن يؤمن طرق الحج والتجارة، مما ساعد على ازدهار الدولة اقتصاديا واتساع مساحتها، تنوع في نسيجها الاجتماعي، فأصبحت دولة عظيمة بها مزيج من الحضارات والثقافات المتنوعة. طبعا أدى إلى توحد الناس وازدهروا وانتشرت الثقافة والعلوم وعم الأمن والأمان في أرجائها. أبرز ما يميز هذه الدولة العظيمة أنها تأسست على أسس ثابتة وقويمة مستمدة من الكتاب القرآن الكريم والسنة النبوية. نعم الدكتورة إيمان، قبل شوي كان ضيفنا الدكتور محمد سلامة وكنا نسأله عن مسؤولية المؤرخين والمؤرخات في إعادة قراءة التاريخ الدولة السعودية في البناء والتأسيس. السؤال ذاته بس في شق آخر، وهو كيف يمكن اليوم من خلال هذا التاريخ واستحضار هذا اليوم أنه ننقل كل ما فعله الأجداد وكل ما سطروه وصنعوه إلى الأحفاد، إلى الأجيال الجديدة اليوم، ما الطرق والآليات؟ طبعا معرفة عمقنا التاريخي ليوم التأسيس يظهر لنا مفاهيم وقيم نستطيع من خلالها شكر المولى عز وجل على هذه النعم الجليلة، وأهمها نعمة الأمن والأمان في وطننا الغالي، وما نعيش اليوم من تقدم ورقي ورفاهية. أيضا نجدد الولاء للقيادة الحكيمة من الأسرة الحاكمة. طبعا يتضح لنا معرفة تاريخنا وعمقنا التاريخي يعزز لدى الجيل الجديد الانتماء والوطنية، لا سيما الشباب،
لكي يشعروا بالفخر بمدى التضحيات، بمدى الإنجازات التي قام بها حكامنا العظماء، ويستلهم الهمم بتاريخ الأمجاد والبطولات الخالدة لوطننا المعطاء، عرفانا لمن خدم هذا الوطن. فهو تاريخ دولة وتلاحم شعب وصمود أمام كل التحديات وتطلع إلى المستقبل أكثر إشراقا وقوة بإذن الله. نعم، اليوم إحنا يقع على عاتقنا كل سعودي وكل سعودية، كل أم وكل أب، إننا نعلم أبنائنا هذا التاريخ العظيم، هذه الإنجازات، هذه البطولات أكيد لأبنائنا. في هذا اليوم اللي بنعيش فيه فرحة غامرة في كل أرجاء المملكة، كيف تشوف الاحتفاءات اليوم بهذا اليوم العظيم وبهذه المناسبة؟ طبعا سعيدة جدا بهذه الاحتفالات، واللهم يعني دائما دعائي اللهم اجعل رايتنا على الدوام خفاقة وطموحنا دوما يعانق أنان السماء. نعم دكتورة إيمان كيفي متخصصة في التاريخ السعودي، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا في روتانا خليجية وفي هذه التغطية الخاصة التي نقدمها لكم على شاشة روتانا خليجية فيما يخص يوم التأسيس.